رادار. الفنانين الكل في العالم عندهم المثل الأعلى متاعهم، فما اللي يحبوا يوصلوا يولي وكيفهم، وكل واحد وحلمته. أما عزيزي المستمع، فما نوعية أخرى جملة، فما اللي راوا رواحهم وهما بيدهم المغنية ذيكا. ماكش فاهمني؟ حس معز دينيزي فهمك أكثر سيدي، تفضل. ديجا ذيكا وحده كي تصور لي ذيكا وحده ديجا كليب. لشكون يشبه معز دينيزي سورسين؟ قولوا ثم نوع من مايكل جاكسون في نسخة عربية لا يرحمه ينعمه. مايكل جاكسون في نسخة عربية لا يرحمه ينعمه. نعم مايكل جاكسون. يا ثقتك يا راجل، يا شجاعتك، منين تجيبوا فيها الثقة ذي؟ بالله خلينا ناخذ معاكم شوية. شكون هالفورنيسور اللي سربي في الثقة كاكا النسخة العربية من مايكل جاكسون؟ باش بجاه ربي باش بهذا. واخترت بعيد وعرفت عنك. يا راجل يا راجل، تنتي طلع على طلع بصوتك نقابة الفنانين هبطوا اعتذار، بربي سامحونا على المهزلة اللي سمعتوها. يا غالي يا غالي، مش صوت هذاك، كاميونه رومركاش توخر مارشارير، شنو هو ذي؟ مش بالصوت، انت عندك خطه اخرى؟ ترى شنو الخطه؟ نرقد على السين. ايوه. وتخرج كسموكينج ماشين وكالدخان. نقفل مفقود مفقود مفقود، نعمل الرولاد ونتقلب ونتخبى ونتكربس ونتخبى ورا الموسيقيين. وقت اللي يتنحك الفيمي هذاك ما يلقاوكش. تتكى وتقدم تتكربس ما يلقاوكش ورا الفرقه تاعك. سحار انت، عليه سيرك يا غالي، بطوله العالم في الجمباز يا ربي. وبعد شنيه تخرج بحمامه في يدك خرسها من طربوشه ولا كيفاه؟ تو كلام هذايا. ليه ليه معز معز، امان امان، انت كنهار مش قلت لنا كيا؟ واخترت بعيد وعرفت عنك. اي ابعد يبعد يا اخوي، يمشي البعيد، فما زحل، والله عيشه حلوه في زحل برا اخوي. خلينا على وساعه امان. القرف تاعك جدعان، في ايه؟ أي خلينا من هذا ويدخل نحكيه على أصدقائنا في قسم الرياضة في جوهر FM اللي بعثوا صحفي باش يغطي الكان وين في الكامرون. ونورمال ما مبعوث الكامرون شنو باش يعمل؟ حوارات مع الملاعبية، يحكي على الكورة، على التشكيلة، لونترينمون، التكتيك. هو سيب هذا الكل توسكي عنده علاقة بالكورة وجايب لنا سكوب هذايا. لا لا، مهفم مهفم، بارك الله عليه. عندهم عقيدة اللي هي عندهم ثقافة الحياة بعد الموت. بعد ما يدفنوا عبد يخرجوه، بعدها مات يحطوا السكولات نتاعو في يقعد يعيش معاهم. هنيس اسمع فيا، يظل ان شاء الله ما شربتش حاجه كيما سيكا زويب. لا 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 نعم، بعد ما يموت يدفنوه وبعد يخرجوه يعيش معاهم. ما لقيت ما تحكي لنا يا اخي، معناها احنا خارجه من خشوماتنا الكامرون ديجا. كملت علينا انت بالموت هذي اللي قاعدين يعيشوا فيهم معاهم تو كلام هذايا. لا 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 عايش خويا الغالي. لا وخيل جماعه مش غلطين، منظرك تعديت بحذا البارودي. انا دخلت نجيب في رشه مرقيز ونسمع فيه قالي. اي هو الحكم تاع ربي باش يكون معك واضح. رشه المرقيز هذي راي داير عليكم انتم الكل، راهو حتى اللي في البلاتو. هاي سيدي جانا احكي لك عزيزي المستمع، البارح ما تعادت السنغال والملاوي 0-0. قديش 0-0 حسب رايك؟ شو احكي وانت في البلاتو؟ تفضل. ملاوي تسجل، ملاوي تسجل، ملاوي بنتيجه هذه السنغال تنسحب راهو. بون مازال تنجم ترشح كثير في المجموعه نتاعهم. حاليا ملاوي متقدمه على السنغال واحد بلاش بتبيعه. هاو المفاجآت، السنغال اللي كانوا ربما مرشحينه كان مرشح الاول للفوز بكاس افريقيا يلقى في صعوبات كبيره، وحاليا منهزم واحد بلاش. ملاوي ماركيت وواحد بلاش وتعديتوا تحلوا جملة كيف السنغال مرشحة وخرجت وكذا. أباي تتفرجوا في طرح خديمة رودي في الكوب دافريكا 94 ولا كيفاه يا شباب؟ طرح كامل ما تماركيش بونتو يا غالي، يا ولدي بونتو أرجو ما تماركيش. تلفار سكروه بالجينيا في الماتش 0-0، طرح فيها أربعة وشيت وكوفراش. تحكي أنت ولا تماركا واحد بلاش والسنغال ومفاجأة كبرى؟ تو كلام هذا يا ربي، طلعوا في الإشاعات. لا وكيلة طرح غالة، تفرجوا طرح في البوندسليغا راكم ظهر لي. يا جماعة يا جماعة، لا قلت لك فما حكاية، فما هذايا قاعد تدور في البلاد. انا دخلت نجيب في رشه مرقيز ونسمع فيه قال لي. رادار.